مع أحد الشباب المستثمرين والذي وصى عليهم رئيس الجمهورية مؤخرا لبناء الجزائر الجديدة. هذا الشاب المستثمر يعني هو مهندس معماري وقام بعدة مشاريع نتعرف عليك في البداية إن شاء الله. السيد فوزي بودي تعرفنا. أولا مساء الخير عليكم ومرحبا بكم عندنا في العلمة بك أنت وجميع الإكيباج اللي معك. أنا فوزي بوذيب مهندس معماري متواضع من مدينة العلمة، تخرجت من جامعة فتحة عباس برومو 2006 وراني في الميدان من تقدر تقول من 2009 وأنا راني في ميدان الهندسة المعمارية وكل ما متعلق بالبناء. ما هي أهم المشاريع اللي أنجزتها من التخرج تاعكم؟ والله على كل حال منذ بداياتي بديت مع المشاريع اللي متعلقة بالبريفي خاصة الخواص، كانوا عندي دي زيدي وبديت نطور من نفسي ودرت عدة مشاريع على مستوى مدينة العلمة والسطيف ككل، ولحقني ربي وقدرت نوصل لهذه البروموسيون للترقية العقارية اللي كنتوا اللي زرناها مع بعض اليوم وشفتوها كما كنتوا تشوفوا. الترقية العقارية على واش تحتوي؟ هذه ترقية عقارية تحتوي على 45 شقة سكنية ما بين F2 F3 و F4 وتحتوي على 9 طوابق، طابق أرضي زي 9 طوابق زي قبو، وتوجد في على مستوى وسط مدينة العلمة وهي معروفة على كل حال شافتها الناس كلها. ومن خلال هذه الترقية العقارية حاولت نحسن من المستوى الهندسي للسكنات. احنا ذكرنا نشوفوا العديد من الترقيات العقاريه اللي المستوى تاعها ما يختلفش كثير على المستوى الاجتماعي، السكن الاجتماعي، والمفروض انه السكن الترقوي يكون ذا مستوى عالي وستوندينغ. يعني انا حاولت نعطي هذا الطابع لهذه الترقيه اللي راني نخدم فيها حاليا من خلال إضافة بعض الرتوشات، من خلال استعمالها تدخل مباشرة من دون أن كل مرة تضع الرقم أو تضع رقم الطابق، تدخل مباشرة للطابق اللي تسكن فيه. أيضا زدت حوايج أخرين سهلت في الدفعات. هي الترقية العقارية الحالية أنه المشترك يجي يشري شقة سكنية مجبور أنه يدفع ثمنها كاش، لكني انا فتحت البيع منذ بدايه الترقيه. يعني هذا الامر راح يسهل بزاف على الوظيفي العمومي، والله اي شخص اللي حاب يقتني شقه راح تكون عنده مده زمنيه تتراوح ما بين 18 شهر حتى 36 شهر يقدر يسلك فيها هذه الشقه هذه بارترونش. يعني اللي كان ما يحلمش بشقه ممكن المده الزمنيه هذه تخول له باش يقدر يكتسب شقه عن طريق هذه المده الزمنيه، بالاضافه الى انه الجماعه اللي حابه تروح لابونك البيع المؤجل، هذه تقنيه جديده مديرتها لي بونك، انك تروح لابونك تشريك الشقه هذه بثمن وتبيعها لك بثمن زايد في اضافه بسيطه يسميوها البيع المؤجل. مثلا انت تشري شقه لابونك تشريك الشقه هذه تخلصها لك وانت عندك لو دروا تروح معها حتى 400 شهر هكا معايا تما. وهذا الشيء يمد لاي قادر موظف يخرج من الجامعه عنده عامين وتوظف وماسوري بوندون ميم با اون اني يقدر يدير هذا يحصل على الشقه بطريقه سهله جدا. وكاينه امور اخرى متعلقه ايضا انه واحد كيشري شقه دوكا مثال او يدير لها تعديلات راح يخسرها، راح يخسر دراهم يطلع يهبط يكسر. احنا عطينا هذه الفرصه اللي يشري في الديبي تاع لا رياليزاسيون عنده لو دروا يبدل لي كولور، يبدل لا ديستريبيسيون سبيسيال لانتيريور تاع الشقه، يزيد في لي كولور، يزيد دي زوبسيون. كاين اللي يحب يركب دو كليماتيزور يركب طروا، احنا نعطيو له هذا الفرصه هذه باه ما تكونش تعديلات اللي تخرب الشقه واللي تزيد اعباء كبيره من الناحيه الماديه للمشتري. المشاريع المستقبليه اللي راك ناوي ان شاء الله راح ديرها في المستقبل وش هي؟ والله انا متمني نتوسع في المجال هذا تاع الترقيه العقاريه، راح نتوسع عندنا مشاريع ان شاء الله مستقبليه راح نلونسيوها
في القريب العاجل ان شاء الله. بالاضافه ان الاستثمار هذا ما متعلقش غير بالهندسه المعماريه وبالمباني العقاريه، راهو عندنا ان شاء الله كما نقولوا شكل مصغر تاع مصنع اللي رانا رايحين نديروا في منطقه فيض غريب، راك تعرفها انت ودرت عليها ريبورتاجات بزاف من قبل. هذه المنطقه راهي تقريبا عندك 50 من ارباب العمل تاع العلمه مستثمرين كبار اللي انفستيو دراهم كبار في المنطقه هذيك وحسنوها من الجانب العقاري تاعها ومن جانب التحسين الحضاري تاعها، وراهم داروا فيها وزنوات كبار. يعني كون تروح تشوف راهم على مستوى عالي جدا من التطور. بقاو لنا بعض الاشكالات برك اللي نتمنى ونستغل الفرصه هذه باش نوجه النداء للسلطات المحليه والمعنيه، يعني يعطيهم الصحه السي توفيق حشاني رئيس بلديه العلمه وسي بوزيد مومني رئيس بلديه بازر سكرى، راهم عاونونا بزاف ووقفوا معنا بزاف. وشنيا مازال المشكل قائم على الوعاء العقاري. دوك حنا تجار مدينه العلم انا متاكد باللي اغلبهم راحوا دفعتهم الدوله باش يروحوا للجانب الاستثمار يستثمروا العقار ويستثمروا في المجال الصناعي في بلادنا باش نهربوا من الامبورطاسيون. رانا كرهنا شويه من الامبورطاسيون وتعبتنا بزاف وما حسنتش من المستوى المعيشي تاع الشعب الجزائري ولا تاع الشعب الجزائري ككل. رانا متمنيين باش نروحوا ان شاء الله للجانب الصناعي، بصح راهو عندنا مشكل كبير تاع الوعاء العقاري سورتو في الكوتي تاع الصيف. راهي الدوله دارت لو كالبيرف اللي عاون بزاف وعاون مستثمرين كبار، بحيث الدوله مدت العقار للمستثمرين. حنا رانا بالامكانيات الخاصه تاعنا وبدراهمنا والوعاء العقاري تاعنا نسمن كلش راهو تاعنا في فيض غريب، كلش مام لي بونكو ما رحنا لهمش، كلش بالمجهودات تاعنا وبالامكانيات الخاصه تاعنا رانا طورنا فيها بزاف. بقى لنا الاشكال برك انه الطابع الصناعي، راهي كان اون بارتي كبيره من فيض غريب راهو الطابع تاعها صناعي بالدرجه الاولى وتطورت في المجال هذا بدرجه كبيره. بقى لنا المشكل تاع لا بابراس، رانا نلقاو اشكالات كبيره باش نروحوا من ناحيه تاع لي ريجيستر كوميرس الوضعيه الجبائيه، وهذو راحوا يخلقوا مناصب شغل كبيره سورتو للفئه الشبانيه تاع الجهه هذيك. هذه اولا. مام المداخيل الجبائيه راح تكون كبيره بزاف سواء بالنسبه لبلديه بازر سكرى ولا بلديه العلمه. بقى لنا الاشكال راهو لو بوست لو بلان دوكيباسيون او سول تاع التوسعه راهو واجد يستنى غير في لا سيناتور برك. نتمنى انه اي واحد يقدر يعني من السلطات المعنيه بهذا الامر يقدر يعاوننا، راهي راح تكون فائده كبيره للجهه تاعنا والبلاد والبلاد ككل. راني متاكد باللي هذاك لو كوتي راح يكون قطب صناعي كبير هنا في مدينه العلم. كلمه اخيره. والله اخر كلمه اخيره، راني فرحان بكم بزاف خاطرك عطيتونا لوكازيون باش نوصلوا هذه المعلومات ممكن اللي راهي غايبه على كثير من المسؤولين. رانا بطريقه بسيطه وقاعده صغيره كما هذه حبينا نوصلوا الانشغال تاعنا، ونتمنى ان شاء الله يوصل وكثر خيركم ويعطيكم الصحه وخلاص. إذا أعزائي المشاهدين، كما راكم تشوفوا الشباب هذو هم الوقود تاع البلاد وهم اللي يطلعوا البلاد وخاصة الجزائر الجديدة. نتمنى إن شاء الله من السلطات يعطيهم يد المساعدة ويكونوا في خدمة البلاد والعباد.